جنسيات مميزة، خاصة لما أولادنا بيقدموا أشياء مبدعة. الحقيقة أنا اليوم فخورة مش كوني بس إني من مدرسة المستقبل أو مديرة مدرسة المستقبل، أكثر لأني إم بنت في مدرسة المستقبل. رايحين تشوفوا اليوم برنامج مميز جدا زي ما متعودين في مدرسة المستقبل، إشي راقي وجديد وصباغ. إحنا ما صحناش نتعلم لا بإعدادية ولا بثانوية ولا بجامعة. عشان أعيش دور الإم مظبوط مش راح أحكي عن البرنامج، بدي أنادي على سلوى. وين سلوى؟ مسؤولة طبقة الثواني والثواني، هي بدها تشرح لنا عن الموضوع. تفضلي حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء تحية لكم، أتيناكم لنهديكم أزهيرا وريحانا بألوان نصوغ لكم فن الإيقاع الألوانا، أريج فاح من عبق يزيد القلب سلوانا، مناظرة فمحكمة وأحلام ببنيانا، تمثيل وأشعار خطابات وألحانا، أتيناكم لنهديكم أزهيرا وريحانا. أهلا وسهلا فيكم. الحضور الكرام، مديرتنا الغالية، معلمتنا العزيزات، الأهالي الكرام، يسرني المثول أمامكم للتحدث عن تجربة فريدة ومميزة خضناها مع طلابنا المميزين، طلاب طبقة الثوالث. فيها تعلم الطلاب العديد من مهارات فن الإلقاء والديبيت أي المناظرة، ومن خلالها تعرفنا على قدرات مكنونة لدى الطلاب تجلت في مهارات شتى كما سنشاهد بالعروض. لن أطيل عليكم الحديث، تعالوا نشاهد معا هذه العارضة التي ستشرح هدفنا من وراء تبني هذا البرنامج وما اكتسبه طلابنا. Thank you.
التكنولوجيا والزراعة والحرف اليدوية. نقدر نلاقي وقت الحين في الوظيفة، لأن الوظيفة دي مش أحسن
نقطة ثانية بدي أضيفها، أنا بحب أعمل مع أصحابي كثير أشياء، وبسبب الوظائف البيتية ما بقدر أعملها، كمان بكونش عندي وقت أقضي مع عائلتي. وأنا كمان بحب أعمل مع أصحابي كثير أشياء، بس بقدر أقسم وقتي بين أصحابي وبين واجباتي، وخاصة ما فيش كل يوم وظائف. حسب رأيي المعلمة بتعطي الوظائف البيتية بس مشان تشوف اللي حل واللي ما حلش وتسجل في دفتر المتابعة. هي المعلمة لما تسجل في دفتر المتابعة هذا منين لو تاخذ 10 علامات زيادة؟ بدي أضيف إنه الكل بحب الوظائف بس عشان بدي خايف من عقاب ومش عشان يتعلم أو يتقدم بالتعليم. أنا بطلع على الموضوع بشكل ثاني، وأنا بشوف إن الوظيفة ممكن تكون ممتعة، وخاصة إن بنراجع اللي بنتعلمه أول بأول بدل ما يكون.